ادخل اقعد يا صابر. واحد كنت بتفتح بيه المندل يابا؟ أنا مش هقاوح معاك يا ابني، أنت عندك حق، أنا غلطان، حقك عليا يا صابر، كنت زي المجذوب لما عرفت السكة دي ومشيت فيها زي القطر، لكن خوفي عليك هو اللي خلاني وقفت، أنت البركة اللي خلتني ما كملش. خوفك عليا؟ لو كنت خايف عليا بصحيح ما كنتش عملت فيا كده. كلامي اللي بتقوله ده يا صابر، والله خوفي عليك زي خوفي على اخواتك بالظبط. طب ليه ما فتحتش المندل بابنك حسن؟ جربته، خدته معايا وما نفعش، لكن انت لا، انت كنت تشاور على حاجة من أول لحظة تصيب على طول. اوعى تفتكر إن أنا بقول كده إن أنا مش حاسس بغلطتي. لا يا ابني، أنا غلطان، بس ساعات الأهل يختاروا طريق لأولادهم ويرسموا ليهم كويس قوي، وفي الآخر الأهل تكتشف إن هي اللي غلطانة. سامحني يا صابر يا ابني، أنا غلطان، سامح أبوك. إيه اللي حصل في بيت الدهب يابا؟ هو الراجل مات إزاي؟ ومين اللي موته؟ يا ابني ما تجلدش نفسك أكتر من كده، انسى اللي فات، فكر في اللي جاي، في بكره نشوف هنعمل فيه ايه. تعملي جواك خير، خير كتير قوي، استعمله في كل حاجه كويسه، وسامحني يا ابني، سامح ابوك عشان خاطري. يا ابني انت الدنيا اللي بشوف بيها دنيتي كانت ضلمه، اليوم ميت، دنيتي فتحت، الظل ماشي عليا تاني.